وحاجة تدعو للفخر. فيعني شكر لكل واحد صحي النهارده الصبح كده وقرر ان هو ينزل بالشكل الفظيع ده. فخوره جدا بنقابه زملائي في العلاج الطبيعي، بشكرهم على الدعوه الكريمه. شكرا لسياده النقيب مجلس النقابه، بشكر اصدقائي الاعزاء دكتوره بسمه، دكتور رامي، دكتور بشوي، دكتور رون على الدعوه الكريمه، والف مبروك النجاح الخطير ده. النهارده هنتكلم عن الهايبرتنسينيميك اوبيزيتي. طيب هو احنا كلنا عارفين الانسولين هرمون از انابوليك او كاتابوليك هرمون. انابوليك هرمون الانسولين وظيفته ان هو يحافظ على الجلوكوز هوميوستاسيس، وعلشان كده الانسولين وقت ما اخترعوه سنه 1921 انقذ حياه الملايين. يعني قبل الانسولين كان كل الناس اللي جالها دايابيتس بتموت، وكل الاطفال بتموت، وعلشان كده وقت ما اكتشف ان الانسولين هرمون انقذ حياه ناس كتير. لكن حقيقه الانسولين هو دبل ايجن ويبن، يعني سلاح ذو حدين. لو الانسولين زاد عن حده زي طبيعه الكون وفطره الكون اللي احنا فيها، اي حاجه بتزيد عن حدها بايه؟ بتتقلب كده الضغط. وعشان كده الهايبر انسولينيميا مش حاجه كويسه ابدا. الهايبر انسولينيميا من الحاجات الخطيره اللي بتسبب امراض كتيره، وهنعرف الهيلث كونسيكونس بتاعتها. طيب هو الطبيعي بتاعنا لما هم عملوا ستادي وشافوا وعملوا تراكنج لنسبه الانسولين في الدم، بليز فوكو ما تقلقيش عشان هو ميكس. طيب هم لما عملوا تراكنج لنسبه الانسولين لقوا خلال ال 24 ساعة ان ديورنج فاستنج المفروض لما بنيجي نقيس الانسولين بيكون، يعني واحنا صايمين الانسولين بيكون 60 بيكو مول بير ليتر. اوكي؟ ولو البوست برانديان يعني بعد ما ناكل نسبة الانسولين بتوصل ل 480 بيكو مول بير ليتر. لو شخص اوبيز او شخص هايبر انسولينيميك في الفاستنج الارقام بتتدبل. يعني لو ان الانسولين بيوصل ل 120 80، ولو كمان ان هو بوست ترانزيان الانسولين بيوصل ل 840. وعلشان كده هما بالنسبه لهم حطوا كات اوف بوينت ان علشان اشخص حد ان هو هايبر انسولينيميا لو وصل لاكثر من 85 بيكو مول بير ليتر. نيكست. طبعا وصلنا هنا للدوغما بتاعت هو الهايبر انسولينيميا بتسبب اوبيزيتي ولا الاوبيزيتي بتسبب هايبر انسولينيميا؟ يعني تفتكروا ايه؟ عارفين بالظبط هي عامله زي ايه؟ تشيكن اور ايج، البيضه ولا الفرخه ولا الكتكوت ولا البيضه، هي الفكره دي. فهي التشيكن ايج فينومينا اتطبقت على الاوبيزيتي والهايبر انسولينيميا. ليه بقى؟ لانه لقوا ان الهايبر انسولينيميا تعمل اوبيزيتي والاوبيزيتي تعمل هايبر انسولينيميا. وهنشرح Next. Next. Like,
لما الانسولين ليفل بيعلى ايه اللي بيحصل؟ الانسولين احنا اتفقنا هو انابوليك هرمون ولا ميتابوليك هرمون؟ انابوليك هرمون يعني بنائي. فلما الانسولين ليفل بيعلى بيزود حاجه اسمها لايبوجينيسيس او لايبوليسيس. لايبوجينيسيس بيزود الفات ديبوزيشن. فلما يحصل لايبوجينيسيس بيبتدي الوزن يزيد وبالتالي الخلايا الدهنيه طبيعتها بتتغير ويبتدي يحصل اوبيزيتي. نيكست تمام. طيب احنا المفروض دلوقتي كمان بالنسبه للهايبر انسولينيميا نيكست يا فاطمه بليز. دي السيرفي اللي عملوها على 1168 طفل لقوا ان نسبه الانسولين لما بتكون عاليه بعد كذا سنه الاطفال دول نسبه الفات ماس بتاعتهم بتزيد. نيكست تاني خلاص يعني قدامي اوكي. لا زي ما اتفقنا انه لما بيحصل هايبر انسولينيميا بيحصل عندنا حاجه اسمها شوكر كريفنج. بندخل في فيشس سيركل. دلوقتي لما بيجي لكم بيشنت عنده دايابيتس بيجي لكم بيجوع كتير ولا شبعان؟ بالرغم من ان نسبه الجلوكوز عنده في الدم عاليه جدا لكن بيجي لنا عنده كريفنج وشراهه للاكل وبياكل حاجات مسكره ورا بعض ولا بيجي شبعان؟ السبب ده هو تراكم الانسولين. احنا بيحصل هاي اماونت اوف انسولين بره الخليه مش بتدخل الجلوكوز جوه وكمان عندي الفات سيل بقت ريزيستنت فمش مستقبله الانسولين فعمال يتراكم سكر بره وجسمي مش قليل. انتوا متخيلين يعني حقيقي مش واصل للبرين بتاعنا ان في نيوترينز مش واصل للبرين بتاعنا ان انا باكل فبالتالي بيطلب اكل اكتر بالرغم من ان نسبه السكر عاليه فبيحصل شوكر كريفنجز كتير. نيكست طيب تفتكروا بقى بالنسبه بقى ان احنا طبعا فيزيوثيرابيست وانا بحب اتكلم على الانفلاماتوري ماركرز حاجه زي الهايبر انسولينيميا تزود الانفلاميشن والانترليوكين 6 وتزود التيومر نيكروتيك فاكتور ولا تقللها؟ يعني الانسولين از برو انفلاماتوري ولا انتي انفلاماتوري؟ لما بيحصل عندي هايبر انسولينيميا اوتوماتيكلي نسبه الانفلاميشن بتزيد والاوبيزيتي از ان انفلاماتوري بروسس لما الانفلاميشن بتعلى بيحصل عندي ان الاوبيزيتي بتزيد. نيكست خلاص. كمان من ضمن الحاجات اللي بيعملها الانسولين ان هو بيبوظ شكل الفات سيل. يعني الانسولين بيعمل انفلاميشن ولما بيعمل انفلاميشن بيخلي الفات سيل داخله في شكل مختلف عن شكلها شكل باثولوجيك فبتكذب الماكروفيجز. لما بتكذب الماكروفيجز الانفلاميشن بتزيد ولما الانفلاميشن بتزيد الادبوجين اللايبوجينسيس بتزيد وبالتالي الفات ماس بتزيد والشخص بيبقى اوبيز. نيكست دي الاستاتس اللي اتعملت لقوا ان الهايبر انسولينيميا في الاوبيزيتي بتزود الانفلاميشن ومش بتزود الانفلاميشن بس بتزود الريسك اوف كانسر. نيكست وكمان بتاثر الانسولين بيترانسليت اون فيفربل لايف ستايل بيحوله لاوبيزيتي. نيكست عشان ندخل بقى على الجزء العملي. طيب سيمبلي كده ده تلخيص كل اللي قلناه. الانسولين لو كافي وبالانسد هيعمل لي جلوكوز هوميوستيزيس هيعمل لي ليبيد هوميوستيزيس هيعمل بروتين هوميوستيزيس هيحسن الانرجي ستورج والسيل جروث. طيب لو حصل عندي انه انا ما طلعتش انسولين كفايه انسفشن هيحصل لي ايه؟ دايابيتس تايب 2 ولو حصل عندي اكسسيف سكريشن انسولين هيحصل عندي اوبيزيتي كانسر ايجينج انسولين ريسبتور ديسنسيتايزيشن وهيحصل عندي كانسر. نيكست طيب تعالوا بقى نعرف في حاجه عندها هايبر انسولينيميا ولا لا بما ان كل الناس بيجي لها حاجه في العياده واول حاجه تخطر اعملي لي هم اي ار مع ان طبيعي انا لما بيجي لي واحده تقول لي يعني بيقولوا عندي مطامه انسولين يا ست مطامه الانسولين دي طالما حضرتك اوفر ويت يو ار انسولين ريزيستنت اوتوماتيك من غير ما اي ار ولا حاجه خلاص فبلاش نجري ورا اي حاجه. سيمبتومز اوف هايبر انسولينيميا دي كافيه قوي انه انا اشخص حد ان هو هايبر انسولينيميك ميتابوليك سندروم وانسولين ريزيستنت كمان. السيمبتومز دي شكل الليدي اللي هي موجوده في الصوره بتبقى طبعا عندها شوكر كريفنج بشكل رهيب وعندها عدم تركيز وبرين فوج. شوفوا كم حاله بتجيلكم بالتشخيصات دي فاتيك
difficult concentration وطول الوقت عندها panic متوترة وقلقانة ومتضايقة واحنا بنرجع الموضوع ليه؟ تلاقيه عامل نفسي اوكي؟ وعندها lack of motivation عندها fatigue بتدخل تقول انا بشيل الاكل لو عديت من قدام المطبخ مش عشان الاكل بدخل طبعا الكارب ادكشن واحده من الحاجات المثيره للجدل في الهايبر انسولين كل الاوبيز بيشنت للاسف كلهم عندهم الشوجر والكارب ادكشن نيكست خلاص يعني نتكلم عن الشيء انا عايزه ادخل على الجزء اللي عندي قبل ما التايم يخلص طيب الكوزز كمان من ضمنها الانسولينوما وده ريد كوز يعني لما يحصل عندي بيتا سيل كانسر علشان يعمل لي هايبر انسولينيميا فهايبر انسولينيميا تعمل اوبيزيتي فنسبه حدوث الانسولينوما قليله لكن مينلي لو ركزنا سبب الكارب ادكشن الهايبر انسولينيميا هتبقى كارب ادكشن نكست والجاستريك باي باس واحده من الاسباب بتاعه الهايبر انسولينيميا ايه ده الجاستريك باي باس يعني انا لو عملت تحويل مسار ممكن يجيلي سكر او ممكن يجيلي هايبر انسولينيميا لانه برغم ان الجاستريك باي باس بتعمل ريميشن لتايب 2 دايابيتس لكن مرات جسمنا بعد ما بيقل قوي بيطلع انسولين اكتر من اللي احنا محتاجينه وده بيعمل بريديسبوزيشن للهايبر انسولينيميا في بعض الحالات وكمان من ضمن الاسباب الجينيتك بريديسبوزيشن والفاميلي هيستوري والبلاد بريشر الريسك فاكتورز بقى اللي ممكن تسبب لي هايبر انسولينيميا السندروم اللي كلنا عارفينها الميتابوليك سندروم باد ليبيد بروفايل تايب 2 دايابيتس وين جين وهاي ترايجلسرايدز والهاي يوريك اسيد والاثيروسكلروز طيب ازاي بنشخص الهايبر انسولينيميا عن طريق تحليل فاستنج بنعمله بنشوف نسبه الانسولين ليفل وبنشوف ال اتش تي اي 1 سي ما بنعملش هما اي ار نيكست المفروض ان بنشوف في المعدل الطبيعي في الفاستنج بتكون نسبه الانسولين 25 والبوست برانديال بتكون من 18 ل 296 نيكست طيب ايه بقى دي اهم حاجه بالنسبه لي ودي المسج النهارده هو احنا لما بنيجي نتعامل مع الحاله دي ايه هي اللاينز اوف تريتمنت هي الميديسنز اكسرسايز اند دايت وزودنا عليهم مؤخرا حاجة مهمة اللي هيعرفها دايماً بقولها إيه هي؟ Cognitive Behavioral Therapy صح يا دكتور نيكس بصوا بقى هي الميديكيشن احنا بنتعامل أزف إنها حالة دايابيتك وبيبتدي دكتور البطنة مش احنا بنتعامل معاه وبيديله الأدوية المناسبة إلى جانب الإكسرسايز أند دايت نيكس طيب حتتي بقى أنا بحب اكسرسايز انا دلوقتي محتاج اعمل اكسرسايز ليه مع حاله عندها هايبر انسولينيميا مش الحاله هايبر انسولينيميا دي بطنه انا هعمل ايه اكسرسايز قال لك لقيت الاكسرسايز بيزود عندنا حاجه اسمها الرايسين هرمون والرايسين هرمون بيزود الانسولين سنسيتيفيتي ومش كده وبس حاله الهايبر انسولينيميا عندها مشكله في الميتوكوندريا الميتوكوندريا اللي بتطاقه اللي بتحرق بيبقى عندهم ميتوكوندريا ديسفانكشن فالميتوكوندريا اللي بتحرق مش قايمه بدورها فعلشان كده بنعمل لهم اكسرسايز عشان نزود حاجه اسمها ميتوكوندريا البايوجينيسيس بجدد وصلنا ميتوكوندريا جديده وبزود الماسل فايبر وبالتالي هزود معدل الحرق وهحسن الانسولين سنسيتيفيتي نكست طيب في بوينت مهم قوي محتاجين كلنا نفهمها وخاصه احنا كدكاتره علاج طبيعي في حاجه اسمها الميتابوليك فليكسبيليتي هنسمع الميتابوليك فليكسبيليتي الميتابوليك فليكسبيليتي ان ازاي جسمنا بيتعامل مع اي حاله او اي كونديشن بيتعرض لها سواء صيام او فطار في حاله الصيام بيستخدم الفات وفي حاله الفطار يستخدم المواد حق الجلوكوز طيب لو جسمنا ما عملش الحركه دي يبقى جسمنا ميتابوليكلي انفليكسبل الحالات الاوفر ويت والاوبيز عندها حاجه اسمها ميتابوليك انفليكسبيليتي يعني ما بيعرفش يستخدم الفيول المناسب في الوقت المناسب. نيكست هوريكم صوره دلوقتي نيكست توضح الفرق ما بين الميتابوليك فليكسيبل بيرسون والميتابوليك انفليكسيبل بيرسون. الميتابوليك فليكسيبل بيرسون اللي هو الشخص النشيط اللي على ناحيتي في حاله الصيام بيبتدي
احنا في الصيام لو احنا اشخاص اصحاء بنحرق دهون ونوقف حرق كربوهيدرات. حد بيحرق جلوكوز وهو صايم؟ محدش بيحرق جلوكوز وهو صايم، ما بيعملش جلوكوز اوكسيديشن. طيب بالنسبه للاوبيز والاوفر ويت ما بيخسش في رمضان لانه عنده بلانتد فات اوكسيديشن، ما بيخسش في الصيام، وكمان عنده لس او لس ابريشن اوف جلوكوز اوكسيديشن. طيب كلنا وجبه حلوه، الشخص اللين اللي هو ميتابوليك فليكسبل هيحرق جلوكوز لان جسمه مليان سكر ومليان جلوكوز وهيوقف حرق الفات، هيوقف فات اوكسيديشن. لكن الشخص الاوفر ويت هيعمل ايه؟ هيعمل عنده مشكله في بلانت فات اوكسيديشن، عنده مشكله في حرق الدهون وحرق النشويات كمان. هي دي فكره الميتابوليك فليكسبيليتي. وكل الهايبر انسولينيميك والاوبيز والاوفر ويت بيبقوا ميتابوليك فليكسبيليتي. ويتش تايب اوف اكسرسايز المفروض ان انا اعملها؟ محتاج اعمل كل ريزيستنس وايروبيك وهاي انترفال انتنستي تريننج. ويجوا لنا العيانين العياده واحنا سيمبلي كده واحنا قاعدين بكل مرور كده، اوعي تروح الجيم. طبعا عشان حضرتك مش عايزه تزيد ماسل ماس فتبان ان الدكتور مش شاطر، فهي لما تقف على الميزان تبقى ثابته مع انها زايده ماسل ماس، يعني يو شود بي براود بالبروجريس اللي انت عملته معاها. فلا انت عايزه تبقى خاسه، مش مشكله بقى خاسه ماسل خاسه فات. خلينا نخلص من الموقف ده دلوقتي وبعدين تجيلنا زي ده ونضيع في بيتك، اوكي؟ لكن احنا المفروض ننصح بريزيستنس اكسرسايز وننصح بالايروبيك اكسرسايز وننصح بالهاي انترفال انتنستي تريننج. ليه؟ علشان الايروبيك اكسرسايز هتحسن لي الفاست ماسل فايبر، والريزيستنس تريننج هيحسن لي تايب 1 ماسل فايبر وهيزود الميتوكوندريا، والهاي انترفال انتنستي تريننج هيعمل ميكانيزم اسرع ويحسن الانسولين سنسيتيفيتي. وانت بقى الحاله لما تجي لك في الاول تقعد معاها تعلمها كده، تقول لها الميزان اخر حاجه بنبص لها، ولازم تتعلمي حاجه اسمها بادي كومبوزيشن. لو خسيتي دهون وزدت عضلات ووزنك ثابت يبقى انت زي الفل بتخسي، مش وزنك ثابت لا انت زدتي ماسل ماس، معناها ان انت حد شاطر جدا. نيكست. طيب الهاي انترفال انتنستي تريننج سيمبل ياسمين صبري بتشوفها لما تقعد تعمل الحبل وتزق حاجات وكده، وانا شفت ولادي بيعملوا اللي هي اتعلمناها في الكليه اللي هي البريومتريك اكسرسايز، بينطوا على تيبل يعني بيبقى فيه ترابيزه، انا شفت ولادي بيعملوا جامب لفوق ويرجعوا ينزلوا تاني ويعملوا جامبينج ويعملوا بعد كده جامب على الترابيزه، او بيبتدوا يعملوا البلانكس، يعني وهو بيعمل جامبينج بيبتدي يعمل بلانك. دي التمرين دي بنسميها البابلز. وكمان بيعملوا سكواتس وبيعملوا فكره الهاي انترفال انتنستي تريننج ان هي تبادليه، يعني لو التمرين مدته 7 دقائق بتبتدي 60 ثانيه هاي انتنستي تريننج لمده 60 ثانيه. زي لو انا عاملاها على التريد ميل ومشغله المشايه هشغلها على اقصى سرعه لمده دقيقه لدقيقتين، وبعد كده فولود باي 3 لـ4 دقائق من المودريت او اللو انتنستي اكسرسايز، وبعد كده اخد دقيقه هاي انتنستي تريننج. بشوفهم في الجيم بيعملوها ازاي، تشغل المشايه فيري فاست تك 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 تجري دقيقه وبعد كده تمشي على المشايه بالراحه. بتشوفوا ناس بتعمل كده، هي دي فكره انه انا احسن الفات اوكسيديشن. طيب فكره الهاي انترفال انتنستي تريننج بتزود لي التايب 1 ماسل فايبر، ميتوكوندريا بايوجينيسيس، بتحسن الفات اوكسيديشن وبتحسن البلوت فور، يبقى انا بزود الميتابوليزم وبحسن الفات اوكسيديشن وبحسن الميتوكوندريا بايوجينيسيس. نكست. طيب بتاعتنا بقى الدايتري انترفنشن. الدايتري انترفنشن يوزنج بقى احنا يعني هنعمل الحاله دي ميديترينيان دايت or a low carb diet or a low fat diet والخناقه اللي تبتدي. هنعمل ايه؟ Which type of diet you think ان احنا نعمله على الحاله دي؟ اراء بقى، صحيح يوم الجمعه نايمين ولا ايه؟ ده انا بقول عليكم. طيب كل الدايتس متفق عليها، كل الدايتس تمام. الميديترينيان دايت نيكست. المهم ان انا استخدم حاجات لو جلايسيميك اندكس فود علشان ما استفزش اخراج الانسولين من جسمي او افراز الانسولين من جسمي فما يحصلش هايبر انسولينيا. نيكست. هقول لكم دلوقتي على الايفكت اوف. طيب معلش انتوا عندكم احنا عندنا تايم نشرح الانرجي بالانس موديل والكارب موديل ولا اجل؟
ليه التايمر مش شغال يا فندم؟ مفيش حاجه. زمان انا في دكاتره هنا من اصدقائي بيشتغلوا بالكارب موديل، وفي ناس بتشتغل بالانرجي بالانس موديل. هقول لكم مين بيشتغل بالكارب موديل. دكتور رام الهرمونال ابروتش، الناس اللي بتشتغل لو كارب دايت. لو كارب دايت خد سنين ينتقد بسبب ان احنا بنقلل الكربوهيدرات، وطبعا بالتالي الانسولين بيقل، وطبعا العيان بيخس، ولو عنده تايب 2 دايابيتس بيموت. اوكي؟ طبعا ده ابروتش، والابروتش ده قد ما هو خد نقد قد ما اثبت نجاح الفتره الاخيره بكل المدارس بقت متصدقه. طيب الانرجي بالانس موديل نكست يا فاطمه. ام بي واحنا بنشتغل تغذيه زمان نقول للعيان ايت ليس موف مور، يعني كل قليل احرق كتير اتحرك. الموديل ده اكشلي بقى موديل اولد سكول، لانه احنا قلنا في ناس ما بتاكلش خالص وبتدخن، وفي ناس بتاكل كتير وما بتاكل كتير وما بتدخنش. فاحنا دلوقتي الانرجي بالانس موديل دو يو ثينك ان هو حاجه ناجحه؟ اي ثينك انه بقى اولد سكول. فهم بالنسبه للهايبر انسولينيا بيشجعوا الكارب لو اللي هو الهرمونال ابروتش بتاع اللو كارب، واللو كارب ناجح جدا مع حالات الهايبر انسولينيا والانسولين. يعني نكست شويه كده عشان احنا خلاص نكست خلاص نكست نكست. انا بس عايزه اوصل لنقطه نكست نكست. انا اسفه ان المحاضره طويله معلش. نكست نكست نكست. طيب قدمي شويه حلوين. انا عايزه بس جزء الميديترينيان دايت. الميديترينيان دايت واحد من الانتي انفلاماتوري دايت، وهيفيدني في هو يقلل الانفلاميشن، ولما يقلل الانفلاميشن انا هستفيد. طيب ميزه الميديترينيان دايت ان هو بيديني كل الجروبس الفود جروبس، بيديني جروب الجرين بس لازم ناخد الجروب كامله، وبيديني الخضروات والفاكهه عكس اللو كارب دايت اللي بنقلل فيه الفاكهه والجرينز، وبناخد الاوليف اويل والدهون الصحيه، وبناخد الاسماك واللحوم. فالميديترينيان دايت ميزته حاجه اسمها كومبلاينس، لما انا الاقي قدامي كل انواع هستمر فترة أطول ولا هوقف وزنك بسرعة. العيب الوحيد في اللو كارب دايت خدوا بالكم إنه إحنا ما بنقدرش نستمر عليه فترة طويلة، ما عندوش كومبلاينس. نكست. لكن الميديترينيان دايت ليه أنتي إنفلاماتوري إفكت اللي هو نظام البحر المتوسط يا جماعة، اللي هو سيمبلي بيعتمد على نظام أجدادنا زمان. فاكرين لما قلنا ناكل لحوم حمراء قليلة وما بناكلش حلويات كل يوم؟ هو ده الميديترينيان دايت، بنعتمد على الاكل اللي هو ريتش اوميجا 3. نكست. الصيام المتقطع هيفيدنا في حاله الهايبر انسولينيميا ولا لا؟ مفيد طبعا، لان احنا لما نقعد حوالي 16 ساعه مش بناكل فكده بنقلل بنشيل الجلوكوز كله والجلايكوجين الموجود في الليفر والمصل، وبالتالي جسمي بيبتدي يسويتش ناحيه حرق الدهون. فالانترميتنت فاستنج مفيد. نكست نكست نكست. طيب السيركاديان ريزم وان انا احافظ على مواعيد الوجبات والنوم علشان احافظ على الهرمونال بالانس، قال لك انه انا لو محافظ على نظام يومي وساعات نومي وساعات الميلز بتاعتي، فالجريلين هرمون، هرمون الجوع وهرمون الشبع الليبتين هيفرزوا بشكل كويس، والكورتيزول ليفل هيفرز بشكل كويس، والجي اي تي بتاعي هيشتغل بشكل كويس، والبنكرياس هيشتغل مظبوط، فالدنيا هتبقى كويسه قوي. فلازم اتيك كير من حكايه السليب ومن حكايه الميل تايم. نكست 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 نكست. الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي دي حاجه انا محتاجه مسج بحب اوصلها بعد كل محاضره. نكست نكست يا فندم. فكره الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي اللي ما سمعش عنها قبل كده انه وي هاف تو تشينج اور ثوتس افكارنا علشان اغير الفيلينجز بتاعتي واغير البيهيفير. يعني لو انا فكرتي عن نفسي انه انا حد فاشل فهاخد بيهيفير انه كده كده بايظه فمش هذاكر، وهحس بزعل وهبوظ اكتر. نفس فكره الحاله اللي عارفه انها مش هتخس بالظبط. ابتدي ازاي؟ انا كده كده بايظه وانا كده كده حتى فاشل. ده فيلينج بيتقلب لصوت دماغها وافكار انه انا حقيقي وحش وخلاص، هي استفادت الحكايه. واكوردنجلي تبتدي
تبتدي تاخد اكشن غلط وتبتدي تتصرف غلط. كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي محتاجه دراسه، ما ينفعش ان احنا نقولها كده في دقيقه، ولكن لازم نعلم الحاله انها تعرف هير اون ايموشنز والديب فيلينجز بتاعتها. مرات نبقى زهقانين ونفتكر نفسنا جعانين، يعني انا قاعده بالليل ما صدقت رجعت من العياده تعبانه، هقعد قدام التلفزيون بس اكشن يعني اكلت بره 6 مرات، بس فكره انه انا رجعت البيت وزهقانه بتخليني احط الاكل ده، لكن الاكشن انا مش عايزه اكل على فكره. فلازم الحاله تقف وتسال نفسها انت عايزه تاكلي فعلا ولا انت زهقانه. فلو زهقانه موجودك وحش ممكن تعملي اي اكتيفيتي. دي فكره الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، ان انا بعلم العيان يبقى الدكتور بتاع نفسه ويتعلم يختار وتبقى الشويس بتاعته مظبوطه. نيكست. في النهايه برضه بختم كل محاضره بروح It's not a diet, it's a lifestyle. احنا مش بنعمل دايت لفترة قصيرة، احنا بنغير حياتنا totally. And thank you. شكرا جزيلا.